هحتاج ايه عشان ادمس فول؟ هحتاج نص كيلو فول تدميس، وده يكون فوله بيضه كده وحلوه، هقول لكم عليها، لازم يعني تهتموا بالموضوع ده جدا. نص كوبايه فول مدشوش، نص كوبايه عدس اصفر، وطماطمايه. بمنتهى البساطه بعمل ايه علشان ادمس الفول؟ بنقي الفوله البيضه، وده يعني ده احلى كتير كتير من الفوله الحمراء. طيب لو انا مش هروح عند العطار ونقي الفوله البيضه، هنقي من البراندز اللي موجوده او اسماء الماركات اللي موجوده في السوبر ماركت. هنقي، هو دايما كيس الفول مفتوح، يعني في حته شفافه كده نبص فيها نلاقي الفوله لونها فاتح مش احمر. الفوله البيضه دي احلى فوله نعمل بيها الفول المدمس. طيب لقينا الفوله البيضة، نبص على تاريخ الانتاج. كل ما كان تاريخ انتاجه اجدد كل ما كان احلى، ما نجيبش الفوله اللي هي بيبقى تاريخ انتاجها قديم، موجوده ومتعبيه بقالها كتير. كل ما كان تاريخ الانتاج ده حاجه مهمه جدا تبصوا عليها، على الكيس من ورا تشوفوا كده تاريخ الانتاج اخباره ايه، هتلاقوه قريب، والفوله بيضة يبقى دي احلى فوله. طيب يعني انت يا دعاء ما فيش، فين النقع ونقعتيه كام ساعه؟ وما بنقعش فول خالص، لو جبتي فوله حلوه انا ما بنقعهاش، لو انت عايزه تنقعي انقعي، لو شايفه ان النقع مفيد انا ما عنديش اي مشكله خالص، مش ضده، بس ما بعملوش، ما بنقعش، بشتغل بالفول على طول، يا دوب غسله هو والعدس والفول المدشوش والطماطم، الطماطميه المتقطعه دي او طماطميه على يعني بحالها كده اربع ارباع عادي، ما عنديش اي مشكله فيها. فين ال ايوه اهي، كل حاجه بتبقى مغسوله ونظيفه. نروح بقى ايه، حاطين كل حاجه كده على بعض. ادي العدس وادي الفول المدشوش، لو زودتي الفول المدشوش شويه مفيش مشكله. وايه، قبل بس ما احط الطماطم هسيب لكم هنا يا شباب القدره دي تغسلوا لي كل الكلام ده على بعض، عشان كنت عايزه اوريكم كل حاجه قبل ما تتغسل. هنغسل كل الحاجات دي على بعض ونملاها ميه وتجيبوها لي، شكرا. وبعد كده هنحط الطماطم ونولع عليه على النار. حاجه مهمه جدا واحنا في تسويه الفول، يعني احنا دلوقتي هنحطه على النار واكيد مش هيستوي، تسويه الفول ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ طيب انا عندي السخان ده ما عنديش مشكله خالص، اشتغلي على السخان، بس بالنسبه لي عين البوتاجاز احسن، العين الصغيره بتاعت البوتاجاز احسن، فبالتالي بعمله في ال 12 ساعه بتوع الصبح مش بالليل، يعني ابتدي ادمس الفول الصبح مش واحنا نايمين بالليل، عاده بنعمله بالليل عشان نصحى الصبح نلاقيه اتدمس. لا، انا احب جدا ان انا احطه على النار في الاول بميته، يغلي كويس قوي على نار عاليه، وبعد ما يغلي اقوم كمراها كويس جدا 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 بورقتين فويل كده وبفوطه والغطا، واكمره كويس قوي، وابتدي اسيب له عين البوتاجاز بحيث ان هو يبقى بيغلي. يعني ما ينفعش يبقى ميه ميته تركض كده او تبطل غليه فيسود، طول ما هو بيغلي بس مش بغليه غليه غليه، لا بيغلي يعني بيتحرك، وتبصي كل شويه تلاقيه تمام بتغلي اقفلي على طول، بتغلي تقفلي على طول، هتبصي عليه كل ساعه. هاجي ازوده، هزوده ازاي؟ هزوده بميه مغليه، ميه مغليه مش ميه ساقعه، انا مش عايزه النار توطى خالص ولا تهدى خالص، عايزاه يبقى بيغلي طول الوقت، طول الوقت في حركه 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 بسيطه. بعد 12 ساعة هيبقى استوى بقى زي الفل، ممكن يبقى أقل من كده، ممكن 9 ساعات، بس أنا بحب ال 12 ساعة دي عشان إيه؟ يدوب خالص. محتاجين إيه عشان نعمل الفول المقلي؟ محتاجين فول مدشوش، أنا اشتغلت بكوبايتين فول مدشوش، الفول المدشوش ده محتاجة إن أنا أنقعه من قبلها، من قبل ما أشتغل بثلاث ساعات. نقع 3 ساعات، أوكي؟ ممكن جدا نشتغل بيه مسلوق بس مش أحلى حاجة، يعني يستحسن إن إحنا ننقعه وبعدين نصفيه ونبتدي نشتغل بيه، هيبقى طري وبقى جميل قوي. محتاجه بعد كده معلقتين كبار من الرز، بصله مفرومه، معلقه كبيره ثوم، نص لتر عصير طماطم، زيت، كزبره ناشفه، شطه، كمون، ملح وفلفل. حاجه بسيطه جدا. نيجي هنا نعمل ايه؟ ناخد البصل، يلا بينا، على الزيت كده. اوكي، ايه اللي حصل؟ زي ما شفنا
حطينا كل الحاجات اتغسلت كويس قوي مع بعضها، هنحط الطماطم ونحط على النار علشان يغلي ونوطي عليه خالص. تمام. عندي بقى هنا في الفول المقلي البصلة دي عايزاها تحمر سنة، مش هتحمر قوي بس يعني بعد الصفار بشوية. نقفل على الفول المدمس كده. ونروح نشوف البصلة أخبارها إيه. بصوا البصلة ابتدت تلون أهي، بس لسه عايزاها إيه تلون أكتر شوية. مش هنحط التوم دلوقتي، اللي هينزل الفول، وبعدين هنحط إيه التوم والتوابل ونقلي بقى. هتكمل سوا مع الفول المدشوش المنقوع والمتصفي، لازم يبقى منقوع، ممكن يبقى مسلوق ربع سلقه مفيش مشكله. ننزل كده، بس الاحسن طبعا ان هو ايه يستوي في السوق. ولسه على حطه ايديكم عماله اقلي في الفول اقلي في الفول. مهمه جدا الخطوه دي لسبب اني عايزاه يستوي اسرع وفي نفس الوقت يتشوح كده ويبقى ما فيهوش ميه خالص. بصوا كل ما هتشوحي فيه كل ما الميه والرطوبه اللي فيها تطلع وهيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس لسه برضو احنا لسه ما ضفناش عليه حاجات، عايزين دلوقتي جه ميعاد ايه؟ جه ميعاد ان انا اضيف عليه التوم. يلا بينا نضيف شويه التوم كده. انا بحب التوم كتير، وعايزه اضيف القليل من البهارات بتاعتنا، قلنا كمون شطه كزبره، نحط كده شويه عشان لو احتاجنا تاني نحط. نحط شوية شطة. الشطة دي هتطلع دلوقتي حالا عليا. نحمر كده. تعالوا نعمل الفول اللي بالسجق واحنا شغالين في الفول المقلي. يلا مقادير الفول اللي بالسجق هتنزل وانا هقولها لكم حالا. محتاجه ايه بقى عشان اعمل فول بالسجق؟ طبق فول ملوش حل، الطبق ده بجد خطير. محتاجين كوبايتين فول مدمس، طبعا كوبايتين ثلاثه ده براحتك يعني، ربع كيلو سجق. ربع كيلو ده يعني ممكن تعملي عليه كيلو فول، السجق بقى بيفرش. ثلاث بصلات مفرومين، معلقه كبيره توم، فلفلتين اخضر حار، طماطم مكعبات، نص لتر عصير طماطم، زيت، ملح وفلفل. اوكي، وانا هزود كمون كمان. لسه بشوح وبحمر كده هنا، وهاجي هنا احط على الطاسه. عايز الطاسه تسخن، حط ايه الزيت. الطاسه سخنه جدا ودي حاجه لذيذه. ننزل السجق اول حاجه. الله، بصوا غير على طول اللون ازاي. ننزل بالبصل، حبه بصل حلوين كده. بصل طبعا بيحلي الطبق ده بشكل. نرجع تاني نقلي في الفول. بس كده، هي ده اللي انا عاوزاه. هنزل بعد كده بعصير الطماطم. انا اصلا عايزه ما احطش الميه في الاول، عايزه اعمل كده الطماطم تتسبك تسبيكه حلوه مع الفول. اوكي، انا هزود بس سنه طماطم كده عشان مش هستخدم دي كلها.
هستخدم هنا شويه كمان طماطم كده تنزل الاول من غير ميه، اتعودوا على كده عشان تتسبك كده وتبكبك، وبعدين نبقى ننزل الميه تبكبك كده تكون الميه جات لنا. تمام، تعالوا نروح بقى ناخد الفلفل وناخد الطماطم وننزل هنا. هنزل الاول بالفلفل علشان ايه؟ عشان ريحته تطلع قبل ما نحط حاجه ميه. هنزل بالطماطم يلا بينا. طيب انا حطيت هنا ايه؟ الطماطم اخر حاجه علشان اعمل الفول اللي بالسجق. اوكي، بصوا هنا ايه اللي حصل، حطينا الطماطم علشان تتسبك مع الفول، ده الفول المقلي، دي وصفه الفول المقلي. يا ريت ننزل الوصفه بتاعه الفول المقلي وننزل وصفه الفول بالسجق علشان اللي لسه داخل يعرف احنا بنعمل ايه. هنزل على الفول المقلي دلوقتي بمعلقتين رز، في ناس بتنزل عليه معلقتين لسان عصفور، بس انا بحب اللي بالرز اكتر. ونقلب كده، وهنزود دلوقتي الميه والبهارات. عملنا هنا حطينا الميه المغليه على شيء وحطينا الرز، معرفش ان شفتوا الرز ولا لا، بس احنا حطينا الرز، حطينا ميه مغليه وعايزين نوطي. اوكي، بصوا بقى، حط شويه كزبره تاني، حط شويه كمون تاني، حبه شطه لو عايزين، ملح وفلفل. اوبس، اوكي، ملح، ندوق الملح تاني في الاخر، ونسيب الكلام ده بقى لحد ما يبقى مستوي وزي الفل. حطينا ميه علشان يبقى فيه الصوص اللي احنا شايفينه ده. اوكي، خلاص كده كله استوى، كله تمام، السجق زي الفل، الطماطم لسه كيوبس، عملنا صوص. ده اللي انا عايزاه، مش عايزاه بقى مقلحف كده وما فيهوش صوص ولا حاجه. ناخد بقى الكلام ده كده على جنب ونطلع الفول اللي احنا دمسناه. طبعا ما دمسناهوش دلوقتي لان لسه داخلين، ده اللي انا دمسته قبل الهوا، وده اللي احنا دمسناه مع بعض اول ما طلعنا. بصوا بقى لون الفول وحلاوته، عشان الفول اللي متدمس في البيت ده مفيش في حلاوته. بصوا بقى مهري ازاي وجميل، وفي نفس الوقت فصوص اهو، انا بحب يبقى لونه اورنج كده، ما بعلهوش اي اضافات كده. تمام، اوكي، اهو نطلع كده. بصوا لون الفول وجماله، ولا غامق ولا ميته غامقه ولا اي حاجه، زي الفل، وفي نفس الوقت مش مهري والقشره مش ناطره منه. بصوا الفوله البيضه الحلوه، في انواع في السوق جميله موجوده في السوبر ماركت او عند العطار. وزي ما بقول لكم، اهم ما في الموضوع هو اننا نجيب الفوله البيضه، وتاريخ انتاجها هيبقى قريب، تلاقوا الفوله متسبكه كده وجميله، مفيش بقى ميه لونها رمادي ولا اي حاجه. حلو كده قوي قوي قوي. نحط بقى حبه شطه، نحط حبه فلفل اسود، حبه عصير طماطم بقى كده ينزلوا يبكبكوا برضو مع الكلام ده. انا حطيت توم ولا لا يا هاله؟ لا، هنا حطيت توم في السجق. طيب انا مش عارفه اذا كنت حطيت التوم ولا لا، بس خلوني ازود عشان انا احساسي الداخلي ان انا ما حطيتش، بس يعني انا كده كده التوم بزياده عندي ما يضرش، حاسه اني ما حطيتش. هنحط التوم والطماطم. صح، عملنا كده كده، نسيبه بقى كده يبكبك شويتين ثلاثه، ونروح هنا نشوف ايه الاخبار عشان لو محتاج ميه نحط له، مش محتاج، عايزاه يشرب الصوص. وندوق نشوف ايه الاخبار، نجيب معلقه ندوق بيها ونطلع فاصل. صح، حاضر، يلا. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ناقص سوا طبعا، لسه سيبه بقى يستوي الكلام ده. خلاص يا دوب حبه صغيرين الطماطميه كده تغير لونها ويبقى متسبك، ونبقى خلصنا الفول اللي بالسجق ودمسنا الفول وعملنا الفول يلا بينا. ادي الفول اللي بالسجق كده تمام، تعالوا بقى نغرفه عشان نعمل ايه، نفضي عين بوتاجاز ونروح عند عين تانية. يلا بينا،
قعدت في الفاصل اشوف ايه الطبق بتاع كل كميه. نعمل كده. تعالوا بقى نديله شويه ايه حاجات خضره كده عشان السجق بيحب ايه الكزبره، وحبه فلفل برضو عشان نعلمه. يلا ادي الفول اللي بالسجق، اول واحد طلع. اللي بعده تعالوا نبص على الفول المقلي، وهدينا بقى النار خالص، بندوق بيبقى فيه صوص ما بنسيبوش ينشف، وفي نفس الوقت بنسيبه لحد ما يستوي. الفولة ما بتاخدش وقت خالص عشان منقوعة خالص. بصوا دايبة حلو قوي، بس عايز سوا وعايز ملح، هنحط الملح عشان ما ننساش ومشطشط، ممكن عشان نضمن اكتر نحط له حبه ميه. وحطيت شويه زيت على الفول اللي بالسجق. عايزه بس نطمن بقى على الفول المقلي اللي مش مقلي ده، مش عايزينه يشيط مننا. نقلب كده ونبص عليه زي الفل. خلاص احنا يعني يا دوب الفول المقلي خلاص. حط بقى ايه على وشه كده الكزبره، كده شفتوا مقدمين بقى الفول جنب ايه؟ ليمون، بصل اخضر، بصل احمر، جرجير، الحبشتكنات دي. يلا